أين وصل هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وتحية لمشاهدي قناة الله التغيير محييك. نعم، وتحية لكل أبناء الشعب العراقي. قانون الخدمة الإلزامية نطالب به منذ أكثر من 10 سنوات، وأنا كنت ضابط في وزارة الدفاع وتم كتابة مسودة هذا القانون منذ سنة 2012 تقريبا، وحاليا تم إقراره في مجلس الوزراء وإرساله إلى لجنة الأمن والدفاع. طالبنا رئاسة المجلس بإدراج هذا القانون بالجلسات القادمة، ولكن عدم تشكيل الحكومة منذ أكثر من 9 أشهر، كثير من القوانين في البرلمان معطلة كما تعرفون. بعد تشكيل الحكومة بإذن الله سيتم إقرار قانون، سيتم إدراج قانون خدمة العلم في الجلسات بعد تشكيل الحكومة. طبعا هذا القانون مهم جدا، وواجب على البرلمان أن يشرع هذا القانون بأسرع وقت ممكن، لأن هذا القانون به كثير من الفوائد المهمة جدا للعراق. من هاي الفوائد هو القضاء على الطائفية الموجودة في القوات المسلحة وفي العراق، تنطي رسالة أنه خدمة العلم لكل العراقيين، مو مثل التطوع الموجود منذ الاحتلال 2003 إلى حد الآن. التطوع يتم الحقيقة بنسب مو صحيحة. المناطق اللي كانت محتلة من داعش أو فيها مجاميع مسلحة لم تنخرط في القوات المسلحة، فكان بناء الجيش العراقي بناء غير صحيح. لكن خدمة العلم هي رسالة لكل العراقيين أنه العراق هو بلد الجميع، بلد كل المكونات، فواجب على كل العراقيين الدفاع عن هذا البلد. نعم، طيب سيد كريم نرحب بك ثانية. تفضل قبل أن أمضي بسؤالي، تفضل. من فوائد هذا القانون الأخرى هو إعطاء رسالة لكل الشباب بالانتماء للوطن، انتماء للعراق. خدمة العلم هي حافز معنوي لكل العراقيين أنه هذا البلد هو بلدكم، واجب عليكم أن تدافعون عنه بالحرب والسلم. والرسالة الأخرى هي تقضي على البطالة الموجودة عند الشباب العراقي. الشباب نعم. العراقي إذن حسنات وفوائد عديدة للقانون في حال أقر كما تتفضل سيد كريم. نعم. هل العراق مهيأ أساسا للمضي بقانون التجنيد الإلزامي على المستوى المعنوي والمادي أيضا؟ يعني هل العراق اليوم قادر على خلق معسكرات وعلى التجنيد ومراكز التدريب وما إلى ذلك؟ سيدتي العزيزة، البلد العراق من البلدان الغنية جدا، لديه مصادر للعيش كثيرة، النفط والزراعة والصناعة، قادر ماليا 100% بعد صعود أسعار النفط فوق $100، ما يحتاج إذا إلى أموال كثيرة لهذا القانون بقدر حاجته إلى الفوائد اللي ذكرتها. فكل الظروف مهيئة، فقط هناك يجب أن يكون توافق سياسي وسرعة إنجاز هذا القانون بأسرع وقت ممكن.